أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: وردت أسئلة كثيرة حول واجب طلاب العلم حول ما حصل من الإساءة تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، إيه؟ يقول: ما هو واجبنا تجاه ذلك؟ إنكار هذا، واجبكم إنكار هذا والرد على شبهات أعداء الله ورسوله، الرد على شبهاتهم اللي عنده مقدرة، وإنكار هذا بالقول والعمل، لأنه منكر ظاهر. نعم.